إذا كان السؤال كيف يجعل المنظار الأشياء البعيدة تبدو قريبة، اكتشفنا أن المنظار عبارة عن تلسكوبين واحد لكل عين، وهما يجعلان الأشياء البعيدة تبدو قريبة لأن كل منهما مزود بعدسات بالداخل تعمل كزجاج مكبر. لكن لما يحتاج المنظار إلى العديد من العدسات؟ أعتقد أنه يجب أن نصنع تلسكوبا بأنفسنا لنعرف السبب. قبل كل شيء سنأخذ واحدة من ورق المقوى ونلفها هكذا. سأضع شريطا لاصقا لأثبتها. ها نحن ذا. بعد ذلك علينا أن نحدث شقا لنضع فيه الزجاج المكبر بهذا الشكل. كونوا حذرين عند استعمال المقصات، عادة تكون حادة. إذن علينا تثبيت الزجاج المكبر في الطرف. ندخل الطرف في الشق وندفعه هكذا. هاي، بدأ يشبه التلسكوب الآن. دعونا ننظر من خلال تلسكوبنا لنرى ماذا نشاهد. الأشياء البعيدة لا تبدو جيدة، إنها مشوشة وغير واضحة. بالطبع، لم نكمل صناعة التلسكوب بعد، نحن ننظر بعدسة واحدة فقط. دعونا نكمل النصف الآخر، فلنلف الورق المقوى بهذا الشكل. بعد ذلك ندخل الأنبوبين في بعضهما بعضا، وها أنتم ذا، لقد صنعتم تلسكوبا خاصا بكم بعدستين. دعونا ننظر بالتلسكوب. تذكروا، يجب ألا تنظروا إلى الشمس بالتلسكوب، الشمس تكون متوهجة جدا وقد تؤذون عيونكم. ماذا لاحظتم؟ لم تعد مشوشة الآن، إنها مقلوبة. لا، لا نريد أن نرى كل شيء مقلوب في العالم. رغم أنه يبدو مسليا. عندما تنظرون من خلال تلسكوب كهذا وليس من خلال ذاك الذي رأيناه في المرصد، فإنه يظهر الأشياء مقلوبة. هذا لا يهم إذا كنا ننظر في الفضاء، لكن عندما ننظر إلى أشياء حولنا فمن المهم أن تبدو غير مقلوبة. والآن انظروا إلى هذا. هذا كان داخل المنظار. هذا صحيح، إنه يسمى المنشور. مانسي، هل نظرت من خلاله؟ إن كل الأشياء مقلوبة. هذا صحيح، وإذا نظرتم إلى صورة مقلوبة بالمقلوب ماذا يحصل في رأيكم؟ إنها تصبح غير مقلوبة. بالضبط، لهذا السبب يوجد منشور في المنظار، إنه يجعل الصورة غير مقلوبة. أحسنتم أيها المخترعون. إذن كان السؤال كيف يجعل المنظار الأشياء البعيدة تبدو قريبة، ولقد أجبنا عنه. اكتشفنا أنه داخل المنظار يوجد عدسات ومنشور، والعدسات هي كالزجاج المكبر. وعرفنا أنه عندما نظرنا عبر زجاج مكبر واحد إلى الأشياء عن بعد فإنها بدت مشوشة، لكن عندما نظرنا عبر عدستين مكبرتين عن بعد بدت الأشياء أكثر وضوحاً، لكنها كانت مقلوبة. ولهذا السبب وضع المنشور في المنظار ليقوم بتصحيح وضع الصورة، وهكذا تعمل المناظير. شكراً لكم على سؤالكم الرائع اليوم. شكراً نينا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.